لو سألتك أبو علي عن تجربة خالد الحمراني رجل الأعمال، وهذه التجربة ولو قابلناها بتجربتك كشاعر، الفرق بين الاثنين أنه أنا جريء كرجل أعمال ومنطوي كشاعر، هذا الفرق بين الاثنين. فأنا مقدام كرجل أعمال، يعني كنت اجتهد جدا، أغامر كثير، أقابل كثير، كل من له علاقة، لأن التجارة والعمل علاقات، العلاقات هي من أسباب النجاح في العمل، أن يكون لك علاقات واتصال مباشر مع كل من لهم علاقة بأنشطتك وأعمالك. فكنت مجتهد في هذا الشيء ومقدام ومواصل وعلى طول واجد في كل الميادين وما عندي أي مشكلة. عكس ذلك في الجانب الفني. يعني التجربة هذه كيف تنظر لها بعد هذا المشوار؟ يعني تجربتك كشاعر، تجربتك كرجل أعمال، وين وجدت نفسك أكثر، أو ما هي التجربة التي أضافت للتجربة الأخرى؟ أنا أتوقع أنه كانوا منفصلين، كان في انفصام في الشخصية تقريبا. بالفعل أنا كنت أنظر لك انفصام في الشخصية. أنا كنت ألبس قبعتين مختلفتين كرجل أعمال، أنا لي طريق وأسلوب وزي وأسلوب مختلف، وكشاعر لي طريقة وأسلوب مختلف. ولكن قلت لك أنا أكون دائما واضح وبارز وميداني في العمل ومتواجد، على عكس ذلك في الشعر. نعم أعطاني إضافة، ولكن أنا لا أنظر لها، لأنه إذا نظرت لها من إضافة الشهرة فأنا لا أبحث عن الشهرة أساسا. أتمنى أن ينشهر العمل، هذا منتهى سعادتي، يكفيني هذا، حققت الهدف المطلوب، أن أقدم شيء على مستوى ويرقى لذوق المستمع، هذا هو الهدف الأسمى بالنسبة لي أنا. فالنجاح في الشعر كان نجاح لإحدى تجارب حياتي. أنا عندي تجارب عملية، تجارب اجتماعية، تجارب إنسانية، تجارب أحب أنجح في كل واحدة فيها. فكان يعني في انفصال بينهم، لكن كانوا يلتقوا أحيانا، ولكن كنت حريص دائما أن أبعدهم عن بعض، أنهم ما يلتقوا، أنهم ما يطلعوا فوق. وحنا سعدنا اليوم أن التقينا معك، ويمكن جمعناهم اليوم، العمل والشعر والذكريات الجميلة. أنا